مخبر المديرية الإقليمية العيون، الآباء والأمهات انطلاق عملية تسجيلات الجديدة للسنة الأولى من التعليم الأولي والابتدائي للموسم الدراسي 2021-2022. التعليم الأولي، التسجيل مفتوح أمام الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات. التعليم الابتدائي، إلزامي التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي لمواليد 2015 و2016. لتسجيل أبنائكم يرجى الاتصال بأقرب مؤسسة تعليمية ابتدائية من محل سكنكم.